المدير الإداري لمنتخبنا الوطني العراقي الكابتن باسل جورجيس في تصريح خاص به، قال: لقد عملت مع زيكو والصربي بيتروفيتش والمدرب كاتانيتش، لكن كاتانيتش كان أفضل من عملت معه. وعن المحترف العراقي والوافد الجديد لمنتخبنا الوطني الكابتن أمير العماري، يسجل هدفا رائعا في مرمى عملاق الكرة السويدية نادي مالمو ومن مسافة بعيدة ضمن بطولة كأس السويد، برأيكم أمير عماري حيكون إضافة قوية لمنتخبنا؟ وعن محترف منتخبنا الوطني الكابتن أسامة رشيد الذي يلعب ضمن الدوري التركي، في مباراة شهدت تواجد أسامة رشيد كأساسي ضمن نادي غازي عنتر الذي خسر من المتصدر في الدوري التركي بشكتاش بفارق هدف واحد، أسامة رشيد قدم مستوى أكثر من طيب حيث لعب للدقيقة 66. وعن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وعن أبرز مباريات الجولة 23 كلاسيكو العراق الكبير الذي يجمع نادي القوة الجوية بنادي الزوراء، في مباراة نتمناها أن تكون مثيرة حيث تم ترشيح 3 حكام لقيادة هذه المباراة، وهم كل من علي الصبحي ومهند قاسم وواثق محمد، وأنتم كجمهور رأيكم أن يكون الحكم الأفضل لقيادة هكذا مباريات؟ وعن مباريات الجولة 23 التي تنطلق يوم الثلاثاء 9/3/2021، حيث يواجه نادي النفط نادي زاخو في تمام الساعة 2 PM على ملعب التاجي، نادي السماوة يواجه نادي نفط ميسان في تمام الساعة 2 PM على ملعب السماوة، نفط ميسان يواجه الكرخ في تمام الساعة 2 PM على ملعب النجف الدولي، والطلب يواجه أمانة بغداد في الساعة 4:15 على ملعب الشعب. وعن مباريات القسم الثاني التي تنطلق يوم الخميس 11/3/2021، نادي القاسم يواجه نادي الشرطة في الساعة 1:30 PM على ملعب الكفل، الديوانية يواجه أربي في تمام الساعة 2 PM على ملعب الديوانية، والحدود يواجه الصناعات الكهربائية في الساعة 2 PM على ملعب التاجي، نفط البصرة يواجه الكهرباء في الساعة 2 PM على ملعب الفيحاء، والقوة الجوية والزوراء في كلاسيكو العراق الكبير الذي ينطلق في الساعة 4 PM وعلى ملعب الشعب الدولي، أخيرا نادي الميناء يواجه نادي النجف في تمام الساعة 6 مساء على ملعب الفيحاء.